مرحبا بحضراتكم من جديد. الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع امبارح للاطلاع على المؤشرات الكليه للاقتصاد في ضوء الاجراءات الاستثماريه والتمويليه الاخيره وحزم تنشيط القطاعات الاقتصاديه وبرامج جذب الاستثمارات. ايضا تناول الاجتماع اجراءات الحكومه لمواجهه التضخم وضمان استقرار السلع في الاسواق. كمان امبارح دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرر تشكيل مجموعه عمل برئاسه صندوق التنميه الحضريه، وتختص هذه المجموعة باتخاذ إجراءات تيسير استخراج التراخيص اللازمة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بداخل المناطق القاهرة التاريخية. تفاصيل وأخبار أكثر في سياق هذا التقرير. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي للاطلاع على المؤشرات الكلية للاقتصاد في ضوء الإجراءات الاستثمارية والتمويلية الأخيرة وحزم تنشيط القطاعات الاقتصادية وبرامج جذب الاستثمارات اللي ركزت عليها جهود الحكومة على مدار العام الماضي، وهو ما انعكس في تحسن نظرة مؤسسات التصنيف الائتمان الدولية لمستقبل الاقتصاد المصري. وتم في هذا الصدد بحث سبل تعزيز النمو المستدام وزيادة نشاط القطاع الخاص والتركيز بشكل أكبر على القطاع الصناعي ونقل التكنولوجيا الحديثة وزيادة الصادرات. أيضاً تناول الاجتماع إجراءات الحكومة لمواجهة التضخم وضمان استقرار أسعار السلع، وتم عرض الجهود الرامية لزيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق المحلية سواء من خلال تيسير إجراءات الإفراج عن البضائع من الموانئ في ضوء التدفقات الأخيرة من العملات الأجنبية أو بزيادة الإنتاج المحلي، مع استمرار الحفاظ على الاحتياط الاستراتيجي من السلع الأساسية. كما تابع الرئيس مستجدات تنفيذ الحزمة الاجتماعية الهادفة لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين. امبارح قالت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية إن ذكرى انتصار العاشر من رمضان بيمثل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، وأضافت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: لقد قدمت قواتنا المسلحة في هذا اليوم المبارك ملحمة عسكرية ووطنية عظيمة تفتخر بها الأجيال، وكانت وما زالت مصدر فخر للأمة العربية بأكملها. وتابعت قرينة رئيس الجمهورية: عاشت مصر وطناً عزيزاً كريماً، وكل عام وأنتم بخير. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة الإجراءات الخاصة بإدارة وتشغيل مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتي بهدف استعراض نتائج عمل اللجنة المشكلة لتقييم العروض المتقدمة لإدارة وتشغيل مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية تمهيداً للعرض على السيد رئيس الجمهورية. امبارح أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قرار بتشكيل مجموعة عمل برئاسة صندوق التنمية الحضرية وعضوية جهات عديدة ذات الصلة تختص مجموعة العمل باتخاذ إجراءات تيسير استخراج التراخيص اللازمة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بمناطق القاهرة التاريخية التي يقوم الصندوق بتنفيذ مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية بها.